من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية وعبر بثنا المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قناة أوغاريت، نحييكم مشاهدينا الأكارم إلى حلقة جديدة من قضايا اقتصادية. في هذه الحلقة موضوعنا الأساسي هو عن الدورات المهنية وأثرها الإيجابي على سوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني. عديد من التفاصيل سوف نناقشها، كون هناك افتتاح لدورات مهنية في العاشر من الشهر الحالي مدتها 4 أشهر. مجموع هذه الدورات في مختلف المحافظات السورية، مجموعة من التفاصيل والأسئلة نسأل عن هذه الدورات حول المتدربين، شروط الانتساب، الشريحة المستهدفة، إضافة إلى توافر كل أنواع الدورات المهنية في المراكز على مختلف المحافظات، وتحديدا في محافظة اللاذقية ماذا يتواجد أو ما المتواجد لدينا من دورات، من مدربين، من متدربين، من أمور لوجستية لتأدية هذه الدورات والوصول بالمتدربين إلى درجة عالية من الخبرة. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المتواجد معي في هذه الحلقة لليوم، المهندس محمد سليمان، وهو مدير مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء في اللاذقية. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. نورنا. أهلا بكم. أستاذ محمد، بالبداية خلينا نحكي عن ربما نبذة صغيرة عن مراكز التدريب المهني، كون هناك كما ذكرنا في المقدمة في العاشر من الشهر الحالي افتتاح لدورات مهنية بمختلف المجالات، إن كانت من حدادة، نجارة، دهان، ألمنيوم إلى ما هنالك. تفضل. نعم. المراكز التدريب المهني أنشئت أو تأسست في بموجب القانون 24 لعام 74، وكانت أنشئت بصيغة مراكز مؤقتة، بمعنى قيد المتابعة والدراسة الجدوى من هذه إقامة هذه المراكز. هي تعتبر المراكز هذه رافد أساسي لشركات الإنشاءات العامة التابعة للوزارة، برافد رئيسي باليد العاملة المهنية المدربة والخبيرة. طبعا تتوزع المراكز أو وزع على مساحة الوطن، يعني 11 مركز. طبعا المراكز خرجت منذ تاريخ تأسيسها وحتى الآن آلاف الخريجين المتدربين والمهرة. طيب حاليا نعم، خليني هون مشان نبندهم وحده وحده استاذ. 11 مركز في المحافظات السوريه. نعم. خليني ابدا من محافظه اللاذقيه. نعم. المركز الموجود في محافظه اللاذقيه. نعم. ما هي الامكانيات المتوافره في هذا المركز لتغطيه الدورات المهنيه التي اعلنت، ان كان من اطار بقطاع التشييد والبناء بالتاكيد، لكن كدهان ونجاره. نعم. وحداده. نعم. و تمديدات كهربائية منزلية وصحية إلى ما هنالك. شو قدرات مركز اللاذقية قبل أن ندخل بتفاصيل الشريحة المستهدفة والأوراق طبعًا المطلوبة؟ طبعًا. تفضل. المقصود بقدرات اللوجستية، المدربين، طبعًا. ما إلى هنالك من التجهيزات، أجهزة، معدات. طبعا هناك مهن مختلفة، في بمعنى بكل المراكز هناك إعلان عن مجموعة من المهن، قد تكون إحدى المهن موجودة في مركز اللاذقية، قد تكون في بقية المراكز غير موجودة. هذا خاضع لوجود كادر تدريبي، وجود البنية التحتية. فأحيانا مثلا هناك كان منشور عن المراكز عدد مجموعة مهن. هلا مجموعة المهن هي على مساحة الوطن، على كل المراكز. على كل، ليس بالضرورة كل مركز تتوافر فيه كل هذه الدورات. مثلا في مركز اللاذقية نحن عندنا مثلا مهنة التمديدات الكهربائية. هاي المهن اللي نحن البنية التحتية موجودة. موجود. ومدربين. كادر تدريبي. تمديدات كهربائية. نعم. تقنية الإحداد والإلحام. تركيب الألمنيوم. مهنة التمديدات الصحية. مهنة النجارة. النجارة العربية طبعا، نجارة موبيلة. فنحن بهاي المهن جاهزين لاستقبال اي متدرب، الكادر موجود، البنيه التحتيه موجوده، مهن وعدد ومواد تدريب. حلو.
نبدا فيهم وحده وحده معلش استاذ. نحن عدينا خمس مهن موجوده طبعًا. اللي هي تمديدات كهربائيه، حداده، الومنيوم، تمديدات صحيه. نعم. صحيه نعم. ونجاره عربيه طبعا. معلش بالنسبه للمتدرب يمكن ما كثير، يمكن حتى انا او عدد كبير من يعني المتابعين، شو الفرق بين نجاره عربيه عن نجاره الموبيليا؟ في فرق جوهري يعني او بالمعدات؟ النجاره العربيه المقصود فيها نحن بطبيعه الحال نحن مراكزنا لقطاع تشييد والبناء، فما يخص تجهيز البناء يعني انت بنيت المبنى، اكساء المبنى، فما ما بما يتعلق بهذا المجال النجارة بما تتعلق بالبناء والتشييد. تماما تمام. طيب. موبيليا بجوز موضوع اخر، موبيليا فرش مفروشات تماما تمام. تمديد عفوا ايه تفضل. وقد تكون يعني المهن قادرة انها حتى بموضوع الموبيليا، لكن الغاية الاساسية هي النجارة العربية، تشييد وبناء. تمام. المقصود تشييد وبناء. تمام. هذا الإكساء اللي بنسمع فيه أنه 80% من البناء إكساء ملابن إلى ما هنالك ما يتعلق بالأبواب. التمديدات الكهربائية الحدادة المنزلية. منزلية، لأن قد يظن بعض، لا نحن الآن ما مجالنا قطاع التشييد والبناء، التمديدات الكهربائية المنزلية وليس الصناعية أو الإلكترون أو كذا. نرجع من طبعا هي اللي متوافرة عندكم تجهيزات مراكز، نحن ما عندنا تمديدات كهربائية منزلية. منزلية فقط. لأنه نحن مراكزنا بمجال قطاع التشييد والبناء، لان في غير مراكز تابعه لغير وزارات، ممكن مثلا صناعيه كذا. طاقه شمسيه ما في حاليا، في توجه نحو موضوع الطاقه الشمسيه باللاذقيه ما في هلا حاليا. لا لا، نحن نسعى اولا، طلب منا الوزاره يعني مشكوره انه طلبت منا بحيث نكون قادرين لافتتاح مهن جديده. شو حاجتنا من كونه هلا الطاقه الشمسيه يعني تماما، في توجه نحو الطاقات البديله. طاقه بديله ليه. هلا نحن في بالبدايه نامن البنيه التحتيه، خلينا نقول نامن كمان، لان هلا حاليا كمان بدنا كادر يكون كفؤ للموضوع. بس يعني الحداد النجاره كله متواجد كوادر وتجهيزاته. تماما، والكادر موجود وكادر خبير بالتاكيد. نعم نعم. طيب خليني احكي لك عن هيدي الدورات المهنيه. طبعا. المده الزمنيه، الشريحه المستهدفه، الشروط لحتى نسجل فيها، كونه نحن يعني ايام الاسبوع القادم راح يبلش تماما التسجيل على هيدي المهن. مثل ما تفضلت، الدوره ببلش ب 10/3 بتنتهي ب 10، يعني مده 4 شهور. 10/7 10/7. هلا شروط بسيطه، شروط ان يكون شخص اتم ال 15 يعني 15 عام، وحتى السقف عالي يعني لا حدود ال 40-45 ممكن، من 15 سنه الى 45 سنه. هو كان بالاحوال العاديه ال 35، لكن على اعتبار هناك شريحه لا باس فيها من الشباب، وخاصه اللي كانوا اخواننا اللي ادوا الخدمه العسكريه ممكن يقضوا فتره طويله، فبيوز كبروا بالعمر، فكمان هذول مشان هذا الموضوع تكون الابواب مفتوحه لهم لتعلم. تمام. هذه تمام. تمام. اي يعني خلينا نقول 15 اتم من 15. المستوى العلمي ما نو يعني مرحب فيه، لكن ما غير ضروري يعني، مستوى ان يجيد القراءه والكتابه فقط يعني بالحد الادنى. تمام. لانه اكيد ما بدي كل واحد جاهل، لان التركيز على الجانب العملي. تمام. وهو الشريحه المستهدفه يعني مثلا الناس اللي فرضا ما درسوا بالجامعات، في ناس عندها هوايه تدرس مهنه، يا اخي انا بدي اتعلم صح. يعني موضوع ما خصه بشهاده او موضوع اقتصادي معين او استاذ، احيانا عم ممكن حب التعرف لمهنه معينه، ناس حابه شهادات حابب تتعلم هيدي المهنه. تماما. ممكن ليصون اجهزه بيته يعني مثلا اذا كهربائيه منزليه، او ممكن هو عنده هوايه يعني حابب يتعلم مهنه، فهي عمليا لذلك شرط الشهاده مو اساسي. حلو. فقط هي الشروط لحتى يسجل؟ لا لا لا، في مجموعه طبعا هاي الشروط. ما تبقى عباره عن اوراق مطلوبه للتسجيل. للتسجيل مذكوره يعني لما بيراجع مثلا اخراج قيد صوره هويه غير محكوم، امور روتينيه. امور روتينيه. أمور والدوره طبعا مجانيه يعني اللي مجانيه. لا بعرف، في بتدفعوا رقم معين للمتدرب؟ الدوره مجانيه يعني المركز يقوم مجانا بتدريب. اضافه للشيء هذا يعني لابد من التنويه لهذا الموضوع، يعني كان في قبل
طبعا المفروض نحكي كمان على التطور اللي طرأ على يعني من 2021، من 2021 طرأ كثير تطورات على موضوع المراكز. اول شيء كانت مراكز مؤقته مثل ما حكينا بال 2021، طبعا بجهود مشكوره يعني حسيسي قامت فيها الوزاره بهالفتره، لان الموضوع باطئ كثير. فبهالفتره فعلا تم انجاز، صار تحولت لمراكز دائمه طبعا بالقانون 4 لعام 2021. طبعا هذا ترتب عليه تسهيلات كثير، لان انت كانت مراكز مؤقته مثلا في امور اداريه كانت صعبه، مثلا عمليه النقل ما كان فيك تنقل مثلا، ما تعرف امور اداريه هي ما ندخل فيه بتفاصيلها. فهذا الموضوع سهل هلا، حتى حاليا نحن المراكز صرنا على ملاك الوزاره، يعني كان قبل ما كان فيه، هلا حتى ممكن قريبا راح يكون يصدر الملاك العددي للمراكز، وشيء جيد يعني. حلو كمان. طيب اضافي تفضل لننوه على الايجابيات. طبعا. كمان كان التعويض كان يتقاضى المتدرب 100 ليره، هالحكي بال 74 ظلت تقريبا ل 2021 تماما ل 2000 لا طبعا بعد اقتراح ومتابعه من السيد الوزير يعني، واقترح عليه تم معرفة اقتراح رفعت الى 10000 ليره حاليا، قبل راس السنه تقريبا رفع الى 75000 للمتدرب. هاي للمتدرب هاي كنوع تحفيز، كنوع من التحفيز. تحفيز هذا ما مش راتب. انه راتب تحفيز فقط، انه نحن ما 75000 شهر ولا لكل الدوره؟ لا بالشهر، بالشهر بالشهر يعني مثلا قد تكفي لمواصلات، تعرف اجور مواصلات شوي. يعني انتم مركز بتقدموا خدماتكم وتدريبكم ببلاش، نعم، وفي رسم تحفيزي للمتدرب، تعويض خلينا نسميه، ممكن تعويض يعوض شيء يعني من المواصلات مثلا بشيء. تماما تماما، هذا طبعا مو انه راتب عشان ما حدا يفهم انه انا بسجل باخذ 75000 وروح. هلا هو هي هيك مشان التنويه. طيب. طبعا الوزاره تشكر عليه لانه هذا يعني شيء جيد، تحفيز ايجابي. اي سياسه التحفيز دوما هي تحفيزي، تحفيز للتدريب بالنهايه. يعني اللي عم يتعلم هيدي المهنه هو عم يدعم حاله اقتصاديا، هذا رح نتركه بالشق الثاني استاذ. طبعا. بس خليني احكي كمان عن المدربين المتواجدين لديكم. نعم. الخبرات التي يمتلكونها يعني المتدرب عندما يدخل على هذه المهنه، مشان نحكي بهيدي التفاصيل لانه ممكن تكون مهمه. في ناس ممكن تدخل على هيدي الدوره عند خليني اخذ مثال تمديد كهرباء منزلي، ممكن يكون عندهم فكره عن الموضوع، ممكن يكونوا جاهلين تماما. صح. فهون المدرب يفترض أن يكون يمتلك ملكات معينة للتعامل مع الفروق الفردية لدى المتدربين. طبعاً. نحكي عن هذه الناحية. هلا أستاذ هو أكيد رح يتعامل مع السوي الأدنى، يعني مع الحد يبلش من الأساسيات. طبعا هلا اللي عنده معلومات ما بيكون خسر شيء، بس بدك أنت عمليا إذا بدك تبلش لنقول من منتصف الطريق، أنت اللي ما عنده معلومات راحت عليه، فأنت بدك تبلش على من الصفر. صح. بالمعلومات وهي كلها يعني سلسله، يعني انت بالبدايه لما انت بتاخذ راس الخيط سلسله الامور تتسهل اكثر. طبعا انت تبعت الدوره، طبعا انت بدك يعني بدك تتعب على حالك، انت بدك تمارس، بدك يكون انت اخذت معلومات جيده بدك تتعاون مع المدرب. لكن لا، حتى فيما بعد بدك تحاول انت كمان تتعب على حالك، تشتغل على حالك، يعني انت بالنهايه تكون غايتك انك تتعلم مهنه، لانه هلا عصر المهن يعني عصر. صح صح, صح. يعني بنهايه الاربعه شهور المتدرب قادر ان يزاول هذه المهنه باحترافيه. هلا شو هلا طبعا ترجع للمتدرب حسب اهتمامه، لكن باكد لك انه ياخذ معلومات جيده وممتازه. حلو. الدوام يومي؟ طبعا يومي. 6 ايام في الاسبوع؟ خمسة ايام في الاسبوع. طبعا. من اي ساعه لاي ساعه؟ من 8 تقريبا 8 وربع، لانه بدك تاخذ بالاعتبار ان مركز اللاذقية بعيد عن بعيد قليلا. مدخل اللاذقية. معلش ندلهم على المكان لانه في ناس كثير ما بتعرف. هلا مركز اللاذقية صاير جنوب المدينة، على أطراف المدينة، على أطراف المدينة يعني من الكراج الكراجات الجديدة الشرقية الشرقية
مفرق، هاي العنوان حتى المنزل على البوست، على البوست مفرق كازي تجمع مال النسيج، جمع مال النسيج. ايه فهي المنطقه شوي، لذلك انت بدك بعيده، فبدك تاخذ بعين الاعتبار البعد، يعني لو تاخر المتدرب شوي بدك ما في مشكله، بدك تراعيه يعني. تمام. في سير ممكن انتم تجيبوه ام لا؟ ما حاليا لا، والله لا ما في. ايه كان هلا فيما مضى كان في واسطه نقل، طبعا بحكم العمر كان في باص طبعا من خارج عن الخدمة، خارج عن الخدمة من فترة طويلة من 2011. تمام، لهيك يمكن إجا التحفيز 75,000 لعوض جزء. تمام تمام تمام. في هلا دوما نحن بنحكي بموضوع تدريب المدرب استاذ محمد، انه المدرب الموجود بالتأكيد كل المهن تتطور، هناك آلات جديدة تدخل، هناك طرق جديدة تدخل على على العمل. في مشاريع عندكم أو خطط لتدريب المدرب على ما هو جديد في هذه المهن؟ هل حاليا تطرح هكذا أفكار؟ لا حاليا بدك، نحن هلا عمليا تم تحديث المنهاج، هلا المنهاج النظري؟ المنهاج العملي. العمل العمل انت نحن ما نحكي انتوا تعطون شوية نظري كمان ما؟ هلا النظري بما يخدم العمل، بما يخدم العمل. هلا هلا في مواد نظرية هي لا داعي لذكرها، هي يعني من باب لكن تم اعتماد منهاج حديث من يمكن اليو ان دي بي من الامم المتحده، منهاج جيد وكافي ووافي، و المدربين عم بي يعني قادرين على تطبيقه، متمكنين تماما. هلا قد تكون هناك بعض الامور لكن يتم التغلب عليها. حلو، ممكن احكي شوي عن الامكانيات المتواجده ضمن مركز اللاذقيه، واقصد من اجهزه ومعدات لتغطيه كل هالخمس مهن اللي انا ذكرتها. نعم. كل التجهيزات متوافره، وكمان بدي اسال عن يعني بالنهايه لما انا عم بتدرب عملي انا عم بستهلك مواد. نعم. المواد متوافره ايضا لتغطيه 4 شهور تدريب عملي. هلا اول شيء التجهيزات موجوده ومصانة والمهن كلها جاهزة، المهن المذكورة وتجهيزات جيدة. موضوع المواد انت حسب الامكانيات المتاحة بدك يعني تصرف، طبعا بشوية يعني خلينا نقول توفير بالصرف اقتصادية، لانه لما عم بحكي انا مثلا انت عن الحدادة او نجارة طبعا بيستهلكوا مواد جدا، فانت بدك تحاول قدر الامكان يعني انه تكون شوي تدير الامور بشويه حكمه. صح ولا طبعا ان الوضع احنا يعني بدنا ظرف البلد بدنا نراعيه، يعني شوي موضوع ما تكون ما كل واحد متطلب، يعني ضمن الامكانيات المتاحه موجوده. ممكن. طيب هلا ممكن في حال يعني تم طلب منكم من قبل مجموعه من المتدربين بافتتاح قطاع معين، والاذكر مثلا من اللي ما ذكرنا هون الدهان مثلا. نعم. هلا نحن يمكن بنعرف كان في دهان قبل سابقا، صح؟ ايه كان تماما. يعني اذا كان في عدد متدربين طلبوا فتح هذه المهنه كدوره تدريبيه، بتوفر الى الوزاره والمركز المدربين والمعدات؟ تمام. هلا استاذ موضوع المهنه تحديدا، هلا المهن عندنا اللي ذكرناها مهن ذكوريه، يعني صح للذكور حصرا. في عندنا مهنه الديكور، ديكور للاناث كانت موجوده. هلا الدهان هلا كانت المسميات تغيرت، تختلف المسميات. هلا مثلا صح في مهن كان فكانت وقتها كانت مهنه ذكوريه، يعني هلا حاليا كمان نسعى لتامين كادر بمهنه الديكور، ديكور. لانه نسال دائما ممكن يسجلوها اناث كمان، مش بس لا هي للاناث، يعني تقبل فيها الاناث. هلا بقيه المهن حصرا ذكوريه، ذكوريه. فنحن الموضوع موضوع افتتاح المهن الموضوع بيتعلق بالكادر التدريبي وبالبنية التحتية، يعني العدد والتجهيزات، المكان حتى أي. المكان يعني المكان موجود، هلا المكان موجود. اي هلا نحن المكان باللادي عم نحكي على اللادي، المكان يعني موجود. يتسع الافتتاح قسم جديد، يتسع المكان موجود جيد طبعا، بشوية يعني مثلا مكان بعض الرتوش يتسع، ممكن نفتح مهن جديدة. طب لو هسه بس هيك حكيت شوي عن المدربين، اخر سؤال عن المدربين قبل ما ادخل بالشق العلاقه بالاقتصاد وسوق العمل. المدربين يتم رفدكم بالمدربين من قبل الوزاره، يعني بيكونوا اخصائيين في هذا المجال ام هم اصحاب مهن فعليين منتسبين لنقابه الحرفيين؟ لا هلا نحن مثلا
من فترة، أنا بحكي عن مركز بلادية، تم فرز بالمسابقة المركزية، تم فرز 4 مدربين بالمسابقة المركزية. بالمسابقة المركزية تماما 4 مدربين بمختلف المهن باختصاصات مختلفة طبعا. يعني صار لنا 4 مدربين جدد. ايه هلا في كذا اختصاص هلا ما هو مانا بيصدر. ايه اوكي. اضف الى ذلك كان يتم مثلا نحن بالدورات اللي تنتهي يعني بعد ما بيقدموا المتدربين الامتحان، فعادة مثلا الطالب المتميز، لأن الفرز عمليا يتم فرز المتدربين للعمل في القطاع العام يتم حسب معدل النجاح. فمثلا الوزارة بتخاطبنا إذا بحاجة مثلا عامل مهني بالاختصاص كذا مثلا بهالمهنه، فأنا إذا كان متوفر وبحاجة بطلب، فيتم فرز الخريج الأول للعمل في المركز نفسه. حلو. في حال كان يعني متميز. متميز طبعا يعني لازم يتوفر شرطين، هو متميز وانتم بحاجه. لكن طبعا طبعا هي كمان كان نوع من التحفيز للمتدرب. للمتدرب. هلا تقريبا الاعداد قديش؟ يعني مثلا اخر دورات انتم عملتوها قديش كان عدد المتدربين في هالخمس مهن؟ هلا الدوره اللي الشهر الماضي خلصوا الامتحانات تقريبا بعثنا قرار نجاح، تقريبا كان 38 كانوا المسجلين. طبعا البعض ما كفى، يعني بدك بعتوا بين 30 35 طالب تقريبا. هذول كلياتهم تخرجوا هلا قيد طبعا. طيب يعني نجحوا بالاختبارات وموضوع قرار النجاح قيد المتابعه يعني ما اصدر القرار لكن انهوا الامتحانات تماما. طيب هلا بدي احكي بشق ثاني بما تبقى لدي من وقت استاذ محمد، بما يتعلق ب الجدوى الاقتصادية لهذه الدراسة في هذه الدورات التدريبية. طبعا ما بنختلف ان هي جيدة جدا، بس انا بدي من حضرتك احكي كونك انت على تواصل مباشر مع هالمتدربين وعلى مدى سنين طويلة انت عم تعرف مسار حياتهم، شو صار بحياتهم، شو تغير بحياتهم ايجابيا على الصعيد الاقتصادي. بالنهاية انا لما عم بحكي عن شخص تدرب على احدى هذه المهن ومكن من نفسه اقتصاديا، هو بالنهاية مكن من اقتصاد أسرة وبالنهاية مكن من اقتصاد وطن. تماما. خلينا نحكي بهذا المجال استاذ محمد اذا تريد. يعني مشان يكون واضح السؤال، انه التأثير الايجابي لهذه الدورات على سوق العمل بما ينعكس اقتصاديا بشكل ايجابي على اقتصاد الفرد والأسرة. تماما. يعني انا الشخص عندي درس اليوم تمديدات كهربائية، انت على صلة فيهم، هدون تابعوا بمجال المتابعة عم بدخل انه انتم تابعتوا امورهم هدول وين صاروا كيف؟ تماما. مشان انا اخبر الدورات القادمة يعني لك هلا هذا كمان السلف وين صار. تماما. هلا هذا لازم ننوه لهالشيء هذا، انه موضوع يعني هذا كمان محفز انه انت دربت وتخرجت، كمان موضوع تأمين فرصة عمل لك هذا، انه كمان هذا محفز اضافي. فنحن بعد ما بنخرج الدورة، يعني بعد ما بنساوي امتحانات وقرار النجاح بينبعت على الوزارة، الوزارة بتخاطب الجهات التابعة على شركات الإنشاءات العاملة، الجهات التابعة للوزارة انه نحن عندنا مثلا خريجين بمهن كذا بأعداد كذا وافونا بحاجته. فمجرد مثلا الجهة العامة طلبت نحن مثلا بدنا باختصاص كذا عدد كذا، فالسيد الوزير يقوم بفرز الخريجين حسب الحاجة. يعني الشركة الفلانية طلبت عدد كذا، يقوم بفرز العدد طبعا حسب تسلسل النجاح والحاجة لدى المؤسسة والحاجة. هلا على سبيل المثال أنا بحكي عن مركز لادي، بس يمكن هيك مهن المؤسسات كلها بحاجتها أتوقع. أكيد فضل. أكيد. أنا الدورة اللي الأولى لل 2023 الدورة المالية تخرجت السابقة كان مفتتحها مهنة تمديدات كهربائية ومهنة ألمنيوم، هذا كانت لادي وألمنيوم. تم فرز جميع الخريجين المتدربين إلى جهات تابعة للوزارة، وهذا شيء عظيم محفز أيضا طبعا. يعني هذا الحقيقة طبعا، وهن قادرين أيضا يفتحوا عمل خاص، يعني كلنا بنعرف أنه يعني هذا مشهور هذا مشهور عليه السيد الوزير شخصيا، لأن هو الموضوع يعني هو اللي بناه السيد الوزير. وفعلا تقريبا معظم الدورات يتم حسب الحاجة يتم فرز الخريجين، مشان ما تنفهم حكينا انه كل الدورات رح تتعين. ايه تماما.
حتى البعض الذي مثلا لسبب لم يتم فرزه للعمل في القطاع العام تم التشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأمين فرص عمل قد تكون في قطاع خاص أو مشاريع متناهية الصغر. يعني الموضوع يعني كمان تم متابعته مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فهذا شيء برأيي محفز كبير للمتدرب. كمان بدي أخذ رأيك أستاذ، تفضل في شيء بدك تضيفه. لا لا هي أنه كمان بدي أخذ رأيك بشغلة، موضوع التنافسية أيضا بسوق العمل. لما أنا بيكون عندي طلاب خريجين هكذا مراكز تدريبية وبشهادات بين اللي ما هو متخرج أو متعلم المهنة تعلم، في ناس كتير منعرفة يمكن هلأ عم تتعلم على مواقع التواصل الاجتماعي مهنة معينة وعم تزاولها، فهذا بيعزز التنافسية وأيضا يجعل اليد العاملة الخبيرة متوافرة في السوق. طبعاً. مما يؤدي بأنه النتائج تكون أفضل على المدى البعيد. أكيد. لأنه نحن لما عم نحكي تمديدات كهربائية منزلية، والله ما نفيش كهرباء أنك أنت تحطه بالحيط وأخذ ولا ما أخذ، ممكن تسوي كارثة لا سمح الله إذا كان اللي عم يمدد ما بيعرف. غلطتك غلطتك الأولى هي الأخيرة يعني. تماما. ما الموضوع ما في شيء يعني، أي مهنة إلى خصوصيتها وإلى مطلوب الدقة فيها، ما في شيء هيك اعتباطي. ما في شيء إنه إيه بتعلمه يلا بأسبوع زمان وبصير معلم فيه. أيوة. تماما تماما. استاذ محمد، في شيء حاب تضيفه بنهايه حلقتنا لليوم؟ والله ما بعرف انت شو بتحب نحكي بقادم الايام. انتم الاسبوع الجاي رح تبلشوا ان شاء الله استقبال المتدربين؟ ان شاء الله. لا سجلوا ولا الاسبوع الجاي بدهم يبلشوا تسجيل ولا سجلوا؟ نحن في طور عم نقبل لحد الان، في اقبال لا باس تقريبا لليوم. قد ايه العدد صار؟ والله تقريبا ما احصيت بس تقريبا شيء. هلا بدك تعتبر انت لما بتحكي بعدد 15 20 هذا عدد كبير. لا طبعا انت مالك مدرسه انت، لانه انت صح صح ايه صح. انت ما تحكي بتدريب عملي يعني. فنحن العدد النموذجي باي مهنه 10 بكل مهنه، 10 12 هذا العدد النموذجي. فانتوا لما بتستقبلوا بين ال 40 وال 50 طالب انتوا يفترض تكون هذا لا عدد كبير اصلا، ما في عدد تستوعب بالمهنه اكثر من 20 كثير. لان ما عاد في المجال المدرب يوزع اهتمامه على الكل، لانه انت بدك تنفذ، انت ما عم تتلقى شيء نظري، انت تشوف تشتغل بايدك، بدك تشتغل بايدك في المدرب. فانه العدد النموذجي 10 12 15 ماكسيموم يعني هيك. تمام. ف ان شاء الله نقبل خيرا، واكيد نتمنى له التوفيق للمتدربين. ان شاء الله يا رب. واستاذ محمد ما ضل غير نشكرك جزيل الشكر، المهندس محمد سليمان مدير مركز تدريب المهني لقطاع التشييد والبناء في اللاذقية، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك. طبعا يبقى الشكر الاكبر لكم مشاهدينا الاكارم على طيب وكرم المتابعه. نتمنى ان نكون قد استطعنا ايصال الفكره والمعلومه بابسط شكل ممكن. شكرا لكم، الى ان نلقاكم في حلقات قادمه من قضايا اقتصاديه. لذلك الوقت دمتم بالف خير.